أرجوكم يكون الحوار من القلب للقلب، يعني إحنا ما بدناش مش لقاء رسمي بكذا وديباجات، لا إحنا بدنا نسمع منكم. خليني أبدأ من الموضوع اللي إحنا توافقنا أول ما اجتمعنا كمجلس وزراء، قلنا شو المشكلة الكبرى اللي عنا إحنا كمجلس وزراء اليوم، وتوافق الجميع إنه المشكلة هي مشكلة الثقة. مشكلة الثقة كلنا بنعرف عنها وكلنا بنعرف إنها هي مشكلة، بس مش هون التحدي. التحدي كيف نتعامل مع مشكلة الثقة. وصلنا لقناعة إنه القضية مش أيضا مش قضية استعادة الثقة بالمعنى التقليدي، لأنه الثقة القديمة كانت مبنية على منظومة مختلفة. إحنا في مجتمع إلى حد ما أبوي، الحكومة دورها أبوي، وبالثقة ثقة مطلقة. هذه أنا برأيي ذهبت ولن تعود، ولن تعود. هذا المطلق إنه أنتوا بس توكلوا على الله ويعني عطونا الموضوع ونرجع لكم كذا، هذا النموذج التقليدي من الثقة بين المواطن والحكومة لم يعد موجودا، بل ربما منيح إنه ما عاد موجود، لأنه دول اللي بتحترم حالها وفي علاقة العلاقة مواطنة، المواطن له حق أن يسائل ويحاسب ويساهم ويشارك وينخرط. فالقصة مش قصة ثقة بالمعنى التقليدي. إذن هي ثقة بمعنى إيش؟ هي ثقة بمعنى أنه نشخص المشكلة، نتوافق على تشخيص المشكلة، نطرح الحلول، البدائل، الأولويات. مش دائما نقدر نحل كل شيء بكبسة زر ولا بعصا سحرية. نقول طيب شو الأولوية؟ احنا لنا لقاءات من فترة عم نلتقي بمجالس المحافظات، مجلس المحافظة بيجي بيعطيك 500 شغلة كلها بدهم إياها، نقول هاي كلها خير وبركة وضرورية، بس احنا عنا تمويل لحل ربع هاي المشاكل. أعطونا أنور ربع اللي بدكم إياه، خلينا نصفتهم بالترتيب، لأنه بال2019 منقدر نخلص، 2020 منقدر نخلص جزء تاني، بس مش أنا اللي بقدر أحط الأولويات، ولا لازم الحكومة المركزية هي اللي تحط الأولويات. مجلس المحافظة هو اللي لازم يقول إحنا أولويتنا كذا وكذا. السنة الجاي بدناش منكو إشي على لا الطرق ولا لهذا، صلحونا بس التعليم والصحة وبارك الله بيك وكتر الله خير، بنعمل التعليم والصحة السنة الجاية. أيضا بدنا نحكي على المشاريع الوطنية، مواطن الخلل اللي موجودة والحلول. وجلالة سيدنا كلامه كان واضح في خطاب العرش على المحاور الثلاث: دولة القانون، ودولة الإنتاج، ودولة الإنسان أو التكافل، اللي كلهم مع بعض بالآخر بوصلونا ل... وفي شيء مميز لدولة الإنسان، في شيء فعلا مميز في الأردن. إحنا بعيدا عن الشعارات، بس مش شعار إنه مش شعار أجوف لا سمح الله أن الإنسان أغلى ما نملك، مش شعار أجوف، لأنه أنت تطلع وقارنه بس، يعني قارن حالنا بكل ما يحيطنا، قارن حالنا فقط بالآخرين نكتشف إنه هاي دولة إنسان بامتياز، يشوبها ما يشوبها بتجاربنا بإخفاقاتنا، بنشتغل صح بنشتغل غلط، بس خلي هاي الصورة النقية موجودة عنا، يعني نصبوا إلى الوصول إليها بشكلها المثالي الناجز. ولكن هذا كل دول العالم بما فيها الاسكندنافية والكذا بتقول لك لسه بدنا نمشي، فإحنا كمان لسه بدنا نمشي بهذا الاتجاه. خطاب سيدنا حول الإنسان وأهمية الإنسان منسجم مع طبيعة الإنسان الأردني أيضا. يعني إحنا اليوم الصبح كنا في لقاء مع المجلس القضائي ونحكي عن القانون وتطبيق القانون، دولة القانون ونفاذ القانون. الكل مجمع كمان إنه الإنسان الأردني بشكل عام ما بيحبش يروح القضاء، بفضل إنه تنحل الأمور صلحيا ووديا، يعني طبيعتنا مش طبيعة. ففي جوانب كثيرة من شخصية الإنسان الأردني اللي تملي علينا أن نضع هذا الموضوع، ناهيك أنه موردنا وثروتنا الحقيقية فعلا، يعني لا عنا الحمد لله لا عنا بترول ولا عنا كذا ولا عنا، بس عنا تاريخيا هذا هو الإنسان اللي بنى البلد. الآن
إذا هذا الحكي كله صحيح معناته مشروعنا هو مشروع الشباب وحول الشباب وانخراط الشباب والخروج من حالة إنه الشاب يشعر والشاب يشعر إنهم لا سمح الله مهمشين، ما له دور سياسي، ما له دور اقتصادي، ما له دور اجتماعي. هاي حالة التهميش اللي بيصفوها البعض بالأدبيات إنه هذا جيل أصبح عندنا جيل اسمه جيل الانتظار، ينتظر، هو خلص جامعة ينتظر عمل، خلصت جامعة تنتظر عمل، اثنيناتهم بنتظروا الزواج لأنه مش ممكن، مش قادر يفتح بيت. فهاي حالة الانتظار تفضي إلى مظاهر سلبية في المجتمع، أبسطها الشعور بالهم والكبت والإحباط والكذا، هاي أبسطها. وبعدين الخروج من المجتمع، الخروج على المجتمع، المخدرات لا سمح الله، الإرهاب، الكذا، كل هاي الظواهر. إحنا مش بس خوفا من السلبيات، إحنا طمعا في الإيجابيات، لأنه في الآخر إذا جيل الشباب ما انخرط في عملية البناء والتطوير ما نحكي عن مستقبل يعني بأي شكل من الأشكال. فمن منطلق هذا الطمع إحنا حابين نسمع منكم ومنرحب فيكم وقلنا أذان صلاة. الأمانة جزء الواحد هو قاعد اليوم مبسوطين، فكنا قاعدين يعني هون قبل ما تدخل دوتك والآن الحديث إليك، كنت أحكي للشباب أنه على الأقل أول مرة بنكون بلقاء للأمانة يتم بس التواصل معنا رسميا، لكن الأسماء والطروحات والأمور كلها إجت شعبية عفوية، خذوا راحتكم بدكم إياها. يعني حتى الدكتور محمد للأمانة ما حكى لي عن أي اسم أنه بدنا كذا أو غيره، بالعكس كان في سقف لدرجة أنه مين ما يعني ما عندنا أي مشكلة. فهذا الإشي يحسب للأمانة للحكومة ويحسب لدولتك أيضا بوجودك بدون حتى الاطلاع على مين بده يقعد معي، بنهاية زي ما حكيت من قلب لقلب. يعطيك ألف عافية. بتمنى أنه يصير في عنا لجنة شبابية تأهيلية تكون خطوة لتأهيل الشباب لمصطلح تحمل المسؤولية وتوسيع مدارك الفكر الشبابي، لأنه الشباب هم الذراع القوي في عملية الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي. يعني إحنا هاي اللجنة باعتقادي إحنا يمكن كجامعات عم بنشكل، كل جامعة عم بتشكل في جامعتها لجنة مصغرة من الشباب، عم نسعى على أنه نشتغل على توسيع المدارك الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدى الشباب الجامعي، بحيث أنه هذا الشباب يكون قادر ومستوعب الوضع ويكون قادر على تقييم المحيط اللي هو فيه. موضوع بناء الشخصية الطلابية داخل المدارس، نحن نعاني جدا جدا من هذا الموضوع حقيقة. هناك عديد من الآفات السلبية في المجتمع تتسرب إلى داخل المدرسة، مثلا موضوع التطرف، موضوع العنف، هو تلقائيا من الآفات الاجتماعية تسربت إلى المدارس. لابد أن يوجد سد منيع أمام هذه الآفات وتحصين تلك المدارس. وهون حقيقة أنا بدعو وزارة الشباب أن تمد أذرعها إلى وزارة التربية والتعليم، لأن هؤلاء هم في المقابل هم شباب مستقبلا، وهذا الشباب سيؤدي دورا، لكن هذا الدور سيكون إما سلبي أو إيجابي. ذلك الدور هو مناط بمخزون المعرفي، بمخزون التعليمي في المستقبل. أعتقد الدولة القوية تكمن في قوتين: الصناعة والزراعة. الزراعة تقريبا شبه معدومة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحديدا من خلال القوانين اللي اصدرتها الحكومه السابقه بالنسبه لرفع الرسوم والضريبه على المواد الاوليه للزراعه. وبنفس الوقت الصناعه، من خلال انا بحكي لك ارقام، من بدايه عام 2018 تم اغلاق 26 مصنع، يعني بمعدل 3 مصانع او مصنعين كل شهر. هذا اعتقد دكتور معالي دكتور رئيس يعني هبوط او دروب حاد بموضوع الاقتصاد عندنا، يعني اذا بدنا نغلق مصانع زراعة عم ترتفع، فهذا شيء كثير كثير طبعا سلبي. البداية الملاحظة الأولى يعني تحدث عنها مجموعة من الزملاء، وهي خطط الحكومة في مكافحة التطرف. نسمع كثيرا عن وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف. أين هذه الاستراتيجية؟ وماذا حصل بها؟ هل هناك دور حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني في هذه الاستراتيجية؟ ولم يتم نشرها للعلن. كيف تم بناء هذه الاستراتيجية ونحن نعاني الأمرين حقيقة في موضوع التطرف والإرهاب؟ وسائل التواصل الاجتماعي بالوقت الحالي أداة مهمة وسريعة لتوصيل المعلومة. بل الجهد بده يكون جهد الكل متشارك فيه على أوسع نطاق. هذا بقودني للنقطة الثانية اللي هي
حالة الإحباط وحالة إيش اللي بنسمعها والسوي. طيب طالما هذا النفس الإيجابي موجود ليه ما بنشوفه منعكس في الشارع؟ أنا هذا الإشي بفكر فيه. يعني صح إحنا عنا سلبيات وصح عنا تحديات، لكن بنفس الوقت ما هو كلنا بنفس المركب، يا بنروح هيك يا بنروح هيك. اللي بشوفه بسمعه وبقرأه إنه عنا نسبة كبيرة من الشباب الأردني على هذه الدرجة من الوعي وعلى هذه الدرجة من الذكاء، ومثل ما حكى دولة الرئيس يعني كل ما نحكي لهم عن الشغلة بيحكوا لها عن نماذج هائلة. طب هاي النماذج ايش منتشرة عنا في الإعلام؟ ليش مش هي اللي بتقود المسيرة؟ ليش مش هي اللي بتساوي أمور كثير؟ فأنا بعتقد التحدي أمامنا كلنا في الفترة القادمة انه هذا المناخ الايجابي مش المناخ السلبي، مش المناخ الايجابي المبني على الغش، المناخ الايجابي اللي مبني على انه يا اخوان يعني في الاخر في انتقادات وفي مشكلات وفي تحديات، في تحديات تحدي التطرف، انا اكثر واحد يعني قارئ وشايف تحدي التطرف والارهاب، في تحدي المخدرات، في تحدي جيل الانتظار الحكي عنه دولة الرئيس البطالة، لكن في المقابل في شباب بكافح وبقاتل وبنجز وبنتج بشكل كبير جدا. بس على صعيد وزارة الثقافة والشباب احنا كثير من القضايا اللي حكيتوها صدقوني انه عم تتناقش وتنحكوا في اشي معمول سابقا، بجوز يكون في تقصير بدرجة ما اعلاني، بجوز يكون في تقصير في التشبيك والكذا، لكن عم نشتغل على وراح يبين في الخطة التنفيذية اللي حتعلنها الوزارتين اليوم بموضوع الاعلام. ودولة الرئيس حكاها اكثر من مرة، الاعلام سلطة وله سلطة رقابية، ونؤمن بالإعلام المنفتح الذي يوصل المعلومة، وأيضاً يعتبر الإعلام أداة من أدوات استعادة الثقة، لأن الإعلام هو اللي بده يقدم المعلومة، هو اللي بده يقدم الحقيقة، وهو اللي بده يشرح للناس، وهو اللي بده يشبك بين وجهة نظر الشباب والحكومة والمجتمع والحكومة والعكس صحيح. فهون بيجي دورنا إحنا كحكومة، كيف نفكر بالإعلام وكيف يكون الإعلام أداة لاستعادة الثقة وأداة لاستقبال ملاحظات الشباب وبالتالي عكسها. وهذا ما يحدث بصراحة، يعني إحنا بنرصد كل ما يأتي على السوشيال ميديا، كل ما يأتي في الإعلام، ونلتقط الرسائل ونحاول يعني أن نعكسها حتى في خطط الحكومة لناحية الخدمات وتحسينها، لناحية الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي المطلوب، التشخيص الاقتصادي للمشكل. فمرة أخرى نحن نتشابه ونشتبك كثيراً في تشخيص المشكلة، لكن علينا أن نصل إلى جسور حتى نصل إلى نتيجة ذاتها. الآن نحن كحكومة نتعهد بأن نجيب على كل الأسئلة وأن نقدم إجابات بكل القضايا اللي بيسألوا عنها الإعلاميين أو حتى الأردنيين، وهذا ما يتم بصراحة. وكان عندنا يعني تجارب عملية في حادثة السلطة الإرهابية، وأيضا في قضية الدخان، يعني لم نخفي ولا معلومة وكنا واضحين وشفافين، وهذا توجيه من دولة الرئيس أنه علينا أن نكون أن نعتمد سياسة شفافة واضحة صادقة تقوم على الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، حتى وإن لم تكن هذه الحقيقة في صالح الحكومة. فبالتالي هذه طريقتنا لكسب الثقة. إحنا بدنا نسعى معكم لثلاثية. أول جزء منها هو البلورة توافق حول أولوياتنا الوطنية، ورح نطلق إن شاء الله في الأيام أو الأسبوع القادم تصور الحكومة للأولويات بناء على الأوراق النقاشية الملكية وعلى خطط السابقة وعلى التواصل مع الناس وعلى الكذا. رح نحط الأولويات ورح تشوفوا أهمية النقل، كذا واحد فيكم حكى عن النقل، رح تشوفوا قديش مركزية النقل في الخدمات، لأنه فعلا إحنا أخفقنا إخفاق كبير جدا بالنقل. يعني بالتعليم عنا مشاكل، بالصحة عنا مشاكل، بالنقل ما عنا نقل عام يعني بالمعنى الحقيقي. فأول جزئية هي التوافق على هذه الأولويات. الثانية هي الانخراط في هذا العمل للوصول نحو هاي الأولويات. والانخراط أعني انخراط الشباب بشكل أساسي بأفكاركم وبمساهماتكم. والجزئية الثالثة هي المساءلة والمحاسبة. يعني إحنا لا بدنا حزب الكنباي اللي الناس بتقعد وبتطلع وبتنتقد، ولكن ما بدنا كمان الانخراط إلا مع
المساءلة والمحاسبة، لأنه لا إحنا ما بنصلح حالنا إذا ما حسينا إنه في ناس عم بتتبع علينا. هاي طبيعة الأنظمة، دولة المواطنة، الحكم يتطلب هذا النوع من المساءلة. فإحنا إذا توافقنا، حطينا البوصلة، انخرطوا معنا في العمل على كل الأصعدة، وبعدين مارستوا حقكم في المساءلة. في أحد الأخلاق قال إحنا يعني ما بدنا نستحي في موضوع المساءلة. المساءلة حق وواجب، وهو الذي يؤدي إلى تحسين أدائنا إحنا. فأتمنى فعلا أنه هاي الثلاثية نقدر نشتغل عليها مع بعض.